في هذا الفيديو سأتحدث عن الأنميات اللي تابعتها في موسم الخريف لسنة 2022 واللي يمديك تشوفهم الحين كامل أو تكملهم إذا سحبت عليهم مثلي، بما أنها بداية السنة لما حسبتهم طلع معي تقريبا فوق 40 أنمي. لذلك بقسم الفيديو كالتالي: في الجزئية الأولى سأذكر أفضل 10 أنميات لهذا الموسم، ثم سأذكر بقية الأنميات اللي تابعتها هذا الموسم وفي أنميات سحبت علينا وما صرنا نسمع عنها وبذكر الأسباب خلف ذلك، وأخيرا سأذكر الأفلام اللي تابعتها في هذا الموسم من ضمنها فيلم سليم اللي طال انتظاره. وفي هذا الفيديو سأوضح لكم أهم الأنميات اللي لازم تعطيها وقتك وأيضا الفئة المستهدفة لكل أنمي، بما أن أنميات هذا الموسم كامل يعني هينتاي. فبدون ما نطول بالمقدمة خلونا نبدأ. السلام عليكم، كونيتشوا مينا سان، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين وتكونوا بأتم الصحة والعافية. فوفوجيشو سوريوا مامونكو حجمارو بما أن أنميات الموسم السابق كانت عبارة عن عوائل وأطفال، فهذا الموسم دخل بالعميق وهو موضوع الزواج وحرب الفضاء، لكن إحنا يهمنا الجانب الإيجابي للقصة. وفي المركز العاشر معنا أنمي فوفي إيجو. يتحدث هذا الأنمي عن مشروع الزواج أو بالأصح مدرسة للي يبحث عن وايفو، وفي هذه المدرسة يعتمدون القائمين عليها على الأرقام والبيانات ويطقموا اثنين حسب المواصفات المتطابقة اللي يرغب بها الطرفين، نفس مسلسل تو هوت تو هاندل، وتدربهم ليستعدوا للزواج. لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث حصل تبادل أزواج بين الطرفين، وبالأصل جيرو يحب شيروي، وكلاهما متطابقين ومناسبين لبعض حسب بيانات المدرسة، ومينامي وأكاري أيضا نفس الشيء، لكن الجماعة ما عجبهم الموضوع، ميناري اختارت شيوري، وأكاري وشيرو اضطروا إنهم يتظاهرون إنهم متزوجين، ومجبورين حتى يحصلوا على نقاط أكثر، والنقاط تعتمد على قوة المشاعر اللي تستقبلها البيانات، فهل يا ترى علاقتهم بتستمر على اختيارهم الشخصي، أم كل واحد يعود للشركة أو شركتها اللي اختارت لها المدرسة. تصنيف الأنمي رومانسي كوميدي مدرسي، عدد حلقاته 12 حلقة، من إنتاج استوديو ماذر. هذه شكلها أم سعدية فتحتها علشان تزوج عيالها، أمزح، بس طلع له عمل واحد باين عليه منحرف شوي. المهم علشان ما نبتعد أكثر، أنمي أكثر من زوجين لكن ليسوا حبيبين، مناسب للي 16 سنة وما فوق علشان ما نبالغ في العمر. أيضا حبيت أغنية النهاية تحسه ستايل كوري مخلوط بياباني، وايضا حبيت فكرة الانمي لانهم يسوون توعية للطلاب المقبلين على زواج بدل العشوائية اللي صايرة في هذا الزمن، مهر وشهر العسل واطفال، وتبقى ديون المهر والبيت والعريس متراكمة ويعيش الاطفال في ضياع عاطفيا وماديا. تو وصلني معلومة ان الدولة الوحيدة اللي عندهم دروس للمقبلين على زواج هي سنغافورة، وعقوبان لبقية الدول. فكرة هذا الانمي مختلفة، لذلك استحق الانمي المركز العاشر. بالعادة الأنميات الموسيقية تتحدث عن معاناة أصحاب الموسيقى والتنمر والإساءة اللي مروا بها وحولوها لأغنية، لكن الأنمي اللي سأذكره تاليا مختلف تماما. وفي المركز التاسع معنا أنمي بوتشي ذا روك. صحيح يبدو من البوستر إنه عادي وفتيات يعزفون مع بعض، لكنه أعمق من كذا، ويتحدث الأنمي عن فتاة خجولة اسمها هيتوري، وفي عزلتها اهتمت للجيتار وبدأت تتعلم العزف فيه لأنها تحلم بأن تكون في فرقة موسيقية، لكن خجلها يمنعها من تكون صديق واحد على الأقل. ونيجيكا إيشيجي كانت تبحث عن عازف الجيتار، بعدها يبدأوا في العمل على فرقتهم، وفي رحلتها الموسيقية تتغلب هيتوري على خجلها وتبذل ما بوسعها. تصنيف الأنمي موسيقى كوميدي شريحة من الحياة، عدد حلقاته 12 حلقة، من إنتاج استوديو كلوفر ووركس واللي اشتغل على سباي فاميلي وغيرها من الأنميات اللي تابعناها مسبقا. وهذا الأنمي اللي يميزه هو طريقة تقديمه للشخصية الانطوائية بطريقة كوميدية، وأيضا يتحدث عن المصاعب الواقعية اللي تواجههم، مثل ان الموسيقى اللي يحبونها ما يطلعون منها فلس، نفس اليوتيوبر يسوي فيديو عظيم بالنهاية يرمون له 12 سنت. وايضا بما ان المنافسة في المدرسة باليابان قوية، يضطر الكثيرين من الطلاب للقفز من الكلية والعمل بدوام جزئي حتى يعيل نفسه وسرته، وهذه الواقعية والكوميديا جعلته يحتل هذا المركز ومناسب لكل الاعمار وانصحكم فيه. جوشكي اوستيرو. نادرا ما نجد انمي رياضي يتحدث عن كرة القدم، نفس الكابتن ماجد وغيرهم، لكن في هذه السنة ظهر انمي يتحدث عن كرة القدم وتوافق ايضا مع كأس العالم لهذه السنة. في المركز الثامن معنا انمي بلو لوك او القفل الازرق، واللي تتمحور حوله قصة الانمي، حيث قرر الاتحاد الياباني تعيين المدرب الغامض ايجو جينباشي ليحقق حلمهم بالفوز بكأس العالم. في النهاية خسروا بالواقع لكن قدموا اداء كويس. المهم يعتقد المدرب هذا ان اليابان تفتقر الى مهاجم سيلفيش، يعني طماع ما يشوت
يشوت الكرة لأحد. ولكي يحقق ذلك جمع 300 مهاجم من جميع أنحاء المدارس الثانوية في اليابان، نفس اللي يجمع الرؤساء في مكان واحد ويصيروا كلهم زي بعض. وهدف مشروع البلولوك هو اختيار آخر مهاجم متبقي ليلعب في المنتخب الوطني، وأي مهاجم يخسر يحرم هو وفريقه من المشاركة في البطولة الوطنية. من هنا تولد الأنانية، ويطمح الجميع للفوز في ساحة القتال. ويوشي بطل الأنمي يبذل ما بوسعه حتى يقود اليابان للفوز بكأس العالم. تصنيف الأنمي رياضي شونين ومناسب لكل الأعمار، وتو اكتشفت أن عدد حلقاته 24 حلقة، وآخر حلقة شفتها كانت الحلقة 15. أيضا الأنمي من إنتاج استوديو 8 بيت، واللي اشتغل على الأنمي الأسطوري سلايم، وكمان اشتغل على الفيلم اللي شفته. وهذا الأنمي صحيح يبدو أولاد ويتميلحون، لكن ما شميت في الأنمي ريحة ورعان نفس أنمي ويب سيرفينج. كلهم كانوا جادين للفوز، وأيضا يتصرفون بشخصياتهم، واللي ما تابع الأنمي أنصحكم فيه. النادلات وزيائهم هو شيء مقدس بالنسبة لليابان، بحيث يكون هناك مقهى أوتاكو أو كافتيريا المنحرفين علشان يحصل على أومليت مع قلب وقبلة. أكل من المطعم الهندي أشرف لي، ولا أدخل هناك. في المركز السابع معنا أنمي أكيبا ميدو سينسو. يتحدث الأنمي عن الفتاة ناغومي اللي كانت تطمح لأن تصبح خادمة لطيفة، ولأجل ذلك ذهبت إلى كيهابارا. الاسم مو غريب عليه، سمعت سابقا إنها جنة الأوتاكو. وفي القرن الأخير صارت أكيبا عبارة عن مزرعة خادمات، أقصد ممتلئة بالخادمات بمختلف الأنواع، سواء في المقاهي أو في صالات القمار أو في الملاهي الليلية. وذهبت ناغومي بالتحديد لمقهى تونتوكوتون، وكانت الخادمات لطيفات إلين ما أظهروا وجههم الثاني أو شغلهم الثاني، وهو القتل والدموية. وأصبحت ناغومي مترددة، تترك وظيفتها ولا تستمر، وإذا استمرت معهم بتموت بسبب وظيفتها الكاوا خطيرة. لمعرفة المزيد تابعوا الأنمي. تصنيفه أكشن كوميدي، عدد حلقاته 12 حلقة. وهذا الأنمي صحيح مو مشهور، لكن من أحد أفضل الأعمال اللي استمتعت بها، ويظهر أيضا الاحترام للخادمات، إنه ترى عندهم وجه ثاني تتمنى ما تشوفه، فخليك محترم وقعد مكانك. ومن إنتاج استوديو بي اي ووركس، وما فيه انحراف، بس مناسب لفوق 16 سنة بسبب الدموية والمجزرة البشرية، وأنصحكم فيه. في المركز السادس ما يحتاج تعريف أو مقدمات، ألا وهو الأنمي الرهيب سباي فاميلي، اللي يعرفها الكبير قبل الصغير، ويتحدث عن عائلة جاسوسة مكونة من أب جاسوس كبير واللي هو لويد فورجر، وأم قاتلة متسلسلة وهي يور فورجر، وابنه تقرأ الأفكار وهي آنيا. لكن في هذا الموسم ما غيروا شيء، أضافوا كلب اسمه بوند وأكملوا مسرحيتهم العائلية. أقصد في هذا الموسم ركز الأنمي على الكلاب اللي يستخدموها لعملية الإرهاب، ولويد يقدم مبوسعه لقف مخططاتهم بمساعدة آنيا. تصنيفه كوميدي أكشن شونين، عدد حلقاته 13 حلقة، ومناسب لكل الأعمار. صحيح الأنمي يعتبر طفولي وعائلي، لكنه هاي كواليتي نفس أنس وصال فاميلي، ومن إنتاج استوديو كلوفر ووركس المبدعين بالأعمال السوداوية، وويت المبدعين بالتحريك. وهذا التعاون خلاه عمل ممتع وأنصحكم فيه. في المركز الخامس معنا انمي موب سايكو الموسم الثالث، ويتحدث عن كاجياما شيغو الملقب بموب، طالب في الصف الثامن وبدأ باستخدام مهاراته وقدراته النفسية في سن مبكرة، لكن هذه القوة صارت مشكلة بحد ذاتها بسبب خطورتها. لذلك استغل ريجين قوة موب من اجل عمله، ويخدع الناس انه روحاني وخبير بعمله، والطاقة النفسية اللي يطلقها قليلة وتؤدي الغرض، لكن اذا فقد سيطرته وختم المئة يصير شخص مختلف تماما، ويفقد ذاته الحقيقية ما لم يوقفه احد. في هذا الجزء ركز الأنمي على علاقة موب بأصدقائه، بالأخص تومي اللي بتتركه وبتنتقل لصف آخر، لذلك يحاول موب الاعتراف لها بما أنه شخص خجول. صنيف الأنمي أكشن كوميدي خارق للطبيعة، عدد حلقات هذا الموسم 12 حلقة، من إنتاج استوديو بونز. وصحيح رسم الأنمي يبدو غريب، لكنه رهيب رغم بساطته. وهذا الموسم ما في قوة صداقة، بل قوة المشاعر اللي تراكمت داخل موب عندما صار لوحده والكل ضده. وهذا الموسم استمتعت فيه ومناسب لكل الأعمار. وفي المركز الرابع معنا انمي بوكو نو هيرو، او اكاديميتي للابطال الموسم السادس. صحيح صار الانمي عبارة عن حلم، لكن هذا الموسم كان فاير، لساته مستمر، واغلب احداثه كانت اكشن. وقصة الانمي المعروفة يتحدث عن عالم 80% منهم يمتلكون قدرات خارقة، وميدوريا كان من ضمن 20% اللي محطوطين على جنب، لكن اول مايت شاف انه شخص فضولي ودربه، ثم اعطاه بصيلات من شعره.
ليكتسب قوة الون فور أول. وفي هذا الموسم ركزت أحداث القصة على شيجاركي وجماعتها اللي يهدفون إلى محو الأبطال وسرقة الون فور أول برعاية الدكتور أبو المصايب، وجميعهم يحاولون إيقافه قبل أن يستيقظ شيجاركي. وأيضا ركزت قصة هذا الموسم على عائلة إنجي والد تودوروكي، واللي سيظهر بعدها أحداث وحقائق صادمة ستعرفونها إذا ما شفتها بعد. تصنيف الأنمي أكشن كوميدي خارق للطبيعة وله 5 مواسم سابقة. عدد حلقات هذا الموسم السادس 25 حلقة، وهذا الموسم كانت أحداثه رهيبة وشيجاركي خيب توقعاتنا، لكن مين لام بما أن كل هذول الأبطال صاروا ضده، وأحداث البداية كانت رهيبة، لكن الحين دخلوا في الأمور العائلية، عائلة تودوروكي وأبوه وهذه الأشياء، فالوضع لساته تحت السيطرة، لكن ربما تعود العاصفة من جديد في نهاية الأنمي. قبل أن نتحدث عن أفضل 3 أنميات لهذا الموسم، خلونا نمر بشكل سريع على بقية الأنميات اللي تابعتها هذا الموسم. وأول أنمي معانا هو تينسي شيترا من ديشتا. في البداية حسبت إنه أنمي سلايم، لكن هذا الأنمي مختلف، حيث بطل الأنمي كان بشري في العالم السابق، وفي هذا العالم تجسد كسيف في وسط الغابة حيث تتواجد الوحوش. في مغامرته كسيف صادف فتاة اسمها فران تحاول النجاة بحياتها وتحمل ماضي سيء بسبب العبودية وسوء المعاملة من قبيلتها القطط السوداء، لأن سيف لا يتذكر حياته السابقة أعطته فران اسم شيو، وأصبحوا فريقين لتحقيق العدالة ونصرة المظلومين. تصنيف الأنمي أكشن خيال، عدد حلقاته 12 حلقة، وهذا الأنمي فعلا ممتع وقصته جيدة ومختلفة عن أنميات الإسكاي المكررة. أيضا في موسم ثاني قادم له، واللي بعده أنمي فوميتسونو أناتائي. قصته تتحدث عن كائن غامض على شكل كرة ويقلد أو يتخذ هيئة الأشياء اللي يلمسها. وفي البداية اتخذ هيئة حجر، ثم هيئة كلب، وأخيرا اتخذ هيئة صبي يدعى فوشي. استمر فوشي في رحلته للبحث والاستكشاف وخوض تجارب الحياة، والتقى بمختلف الأشخاص خلال رحلته وتعلم الكثير حتى صار أكثر نضجا، لكن ومع ذلك واجهته تحديات صعبة مثل الفقدان وغيرها. هذا الأنمي عبارة عن مدرسة حياة للكائن اللي بدأ على شكل كرة. تصنيف الأنمي مغامرة دراما خارق للطبيعة وله موسمين، لكل موسم 20 حلقة. وبصراحة الموسم الأول كان أفضل بكثير من الموسم الحالي بسبب الأمير الدلوع حق بابا بونشتين، لكن في الحلقات الأخيرة بدأ يسترجل شويتين، وهذا الموسم مو بسيء واستمتعت بأحداثه. واللي بعده انمي ارك نايتس. يتحدث هذا الانمي عن عالم مشابه للارض اسمه تيرا، ومعظم سكانه يمتلكون سمات حيوانية، وعالم تيرا معرض للكوارث باستمرار حتى اصيب سكانها بمرض معروف باسم اوريباثي ناتج عن المرض القاتل اوريجنيو، عبارة عن معدن بلوري مزروع داخل يدهم، لكن اللي يميزهم هو انهم يستخدمون قوة سحرية لكنها تستهلك حياتهم. وجزيرة روتسي فيها منظمة طبية عسكرية مهمتها توفير العلاج للمصابين بهذا الوباء. تصنيف الانمي اكشن خيال ب8 حلقات ومقتبس من لعبة ارك نايتس. اللي جذبني للانمي هو الاجواء فيه، ياخذك لعالم اخر وكأنك تشوف فيلم مش حلقة انمي، وطوال الانمي قاعد تحمي اللي يسمونه دكتور، وانصحكم تشوف الانمي. والانمي اللي بعده هو شينوبي نو ايتوكي او لحظة الشينوبي. قصة الانمي بالمختصر تتحدث عن الطالب ايتوكي ساكورابا اللي يكتشف انها الوريث التاسع لعشيرة الايجا بعد نجاته من هجوم عشيرة كوغا، واكتشف ان الحرب بين ايجا وكوغا بدأت منذ فترة طويلة، لذلك انضم لعشيرته حتى يضع حد لهذا الصراع الطويل. تصنيف الانمي اكشن، عدد حلقاته 12 حلقة واحداثه ممتعة. واللي بعده انمي دي اي واي اور دو ات يور سيلف، ومعناها سويها بنفسك. قصة الانمي يتحدث عن فتيات في المدرسة الثانوية يجتمعن ليصبحوا نجارين ويصنعوا مختلف الاشياء بجهد حتى لو فشلوا ما يستسلمون، وتصور هذا القصة حياة الفتيات وهم يقومون بخطواتهم الاولى نحو المستقبل. تصنيف الانمي شريحة من الحياة ب12 حلقة. رغم رسم الانمي غريب مثل موبسايكو الا ان احداثه تدخل القلب وخفيفه. واللي بعده انمي الكواكب، طبعا هذا اللي كان يدور عن انمي الكواكب، اوزاكي تشان واسوبي تاي. يتحدث الانمي عن ساكوراي اللي حاب يعيش حياته بهدوء ويقضي وقته في اللعب وقراءه المانجا، لكن لما جت له ام صدر تقلبت حياته راسا على عقب وتضايقه بهدف المزاح معه، لكن في الموسم الثاني صارت علاقتهم تتطور تدريجيا بسبب والده اوزاكي اللي تعتقد ان ساكوراي يفضل المشتري بدل زحل. تصنيف الانمي ايتشي، ومناسب لفوق سن 18. عدد حلقات هذا الموسم الثاني 13 حلقة وللكبار فقط.
واللي بعده انمي نومين كاري نو سكيل. يتحدث الانمي عن بطل اسمه الواين ويهدف ليصبح ملك المزارعين، وبعد ما طور بطلنا مهارة الزراعة اكتسب قوة سحرية وتغيرت حياته بسبب ذلك. تصنيف الانمي مغامرة ب 12 حلقة ومتحمسين لارك حصاد الطماطم، طبعا مو جيد ولا سيء، يعني وسط يمديك تشاهده ويمديك تسحب عليه، لكن احداثه لا بأس بها. واللي بعده انمي يوشا بارتيو سوهيو ساريتا بيستمبر. يتحدث الانمي عن مروض الوحوش رين اللي يسيطر على الحيوانات، وهذه هي مهارتها الوحيدة، وبسبب ذلك طرده رفاقه من فريقهم وصار لوحده، لكن قرر يسلك طريقه الخاص والتقى بفتاة من عشيرة القطط. دام انها حيوانه يعني يمديه يسيطر عليها، ورفاقه اللي تخلوا عنه ادركوا لاحقا انهم كانوا بلا حول ولا قوة من دون مساعدة رين. تصنيف الانمي اكشن خيال، عدد حلقاته 13 حلقة وقصته لا بأس بها. والانمي اللي بعده هو كوكيو نو كراسو. هذا الانمي يتحدث عن سيدة مميزة لا تخدم الا الامبراطور وتلقب بحرم الغرام، بعضهم يقول انها عجوزة والاخر يقولون انها شابة. اللي يميزها هو انها تستخدم فنون غامضة للعثور على الاشياء الضايعة. تصنيف الانمي خيال تاريخي، عدد حلقاته 13 حلقة واستمتعت بمشاهدته. واللي بعده انمي موشكيبوري هيمي او اميرة محبي الكتب. يتحدث عن فتاة مهتمة للكتب طبعا، وتلتقي بالامير كريستوفر، ثم عرض عليها صفقة ليحميها مقابل تكون خطيبته بالاسم فقط، ولانه سهل عليها الوصول للكتب الخاصة بالنبلاء صارت قريبة منه. تصنيف الانمي رومانسية ب 12 حلقة، وخلال متابعتي للاحداث حسيت انه مو مناسب لي وسحبت عليه بعد 6 حلقات تقريبا، لكن برجع اكمله لاحقا مع الانميات اللي سحبت عليها. واللي بعده انمي شين ماي رينكين جيتسوشي انوي، اسمه صعب. يتحدث الانمي عن فتاة تطمح لان تصبح الكيميائية الاولى على مستوى البلاد، واضح انها تريد منافسة الصيدلاني فارما من انمي ايسيكاي يوكوكو، وهو كمان ينتج ادوية عبر الكيمياء بقوته السحرية. لكن في هذا الانمي كل اللي تسويه الفتاة هو الخلط واضافة البهارات، تحسه انمي طبخ مو كيمياء. ومعلمها اهداها متجر حتى تصبح كيميائية محترفة. تصنيف الانمي خيال شريحة من الحياة، برضو ما اعتقد بكمله بما اني سحبت عليه، لكن اللي مو لاقي انمي يشوفه ومهتم للكيمياء الانمي مناسب لك. واللي بعده انمي يامينو سوسومي. تو اكتشفت ان الانمي له 4 مواسم، وانا كنت احسب اني اتابع الموسم الاول، شفت 5 حلقات من الموسم الرابع على الفاضي. لو كنت اعرف ان له 4 مواسم كنت بسحب عليه. قصة الانمي تتحدث عن فتيات هوايتهم هو تسلق الجبال واستكشاف اليابان، وله 4 مواسم على الفاضي، واحسه مناسب اكثر للي بسن 9 سنوات وكذا. كمان صوت الشخصيات غريب، تحس انهم يسجلون في الحمام او في السرير. برضو تابعت اول حلقة لانمي سيدانشي وكان عبارة عن رعب وكذا، فما قدرت اخلصه وسحبت عليه. واللي بعده انمي اوشينو شيشو الى اخره، تابعت اول حلقة له وسحبت عليه. يتحدث عن ولد يروي قصص لناس اخرين في مسرحية وينجذب الجمهور بكوميديته وكذا. في المركز الثالث معنا الانمي اللي سبب ضجة من قارئين المانجا وقالوا انه بيكسر الدنيا، طبعا عرفتوه، الا وهو رجل المنشار، لكن في اسباب بذكرها بعد المعلومات عن سبب اخذه لهذا المركز. قصة الانمي تتحدث عن شاب عنيف، اقصد عفيف طاهر، اسمه دينجي، كان ياكل توست ناشف بعد ان فقد والده واصبح مديون، ثم اضطر للعمل لدى صيد شيطان بما ان الكلب الشيطان بوتشيتا بحوجته، وحتى يعيش بسلام مع فتاة احلامه، لكن احلامه البسيطة انتهت بعد ان تم قتله وتقطيعه في مكب النفايات، وبطريقة ما اندمج جسده مع صديقه الكلب بوتشيتا، وعاد دينجي للحياة كبشري بقلب شيطان، وصار مستهدف من قبل الشياطين والصائدي الشياطين، لكن دينجي لن يوقفه أحد عن حلبه، أقصد حلمه للكواكب. تصنيف الأنمي أكشن مغامرة شونين، عدد حلقاته 12 حلقة، ومناسب للفئة العمرية فوق 18 بسبب الكحول والدموية والانحراف، ومن إنتاج الاستوديو الأسطوري مابا اللي أعمالهم عبارة عن حماس وتنقية بصرية لكمية الجهد اللي يضعه في اعمالهم. وايضا سمعت ان هذا العمل استثمرت فيه مابا كل فلوسها، لكن في اسباب خلت شعبية الانمي يهبط في الوطن العربي، او بالاصح لولا الانحراف كان شفنا الانمي ينافس بليتش، وبصراحة كانت سقف امالي عالية لهذا الانمي. لكن قبل ما ينزل انتشرت حملات مقاطعة وكثر عدد كارهينه، ومع ذلك سويت انطباعات عنه بعيدا عن الانحراف. وايضا كما قلت سابقا الانميات القادمة بتكون اسوأ بكثير، لكن التأثير طبعا وارد للي ايمانهم ضعيف. واستحق انمي هذا المركز بسبب الطبيخ اللي صاير فيه، ولا كان بياخذ المركز الثاني. في
في الصيف الماضي لسنة 2022 اعتقد اني ما بلاقي انمي افضل من فصل النخبة او بنفس مستواه، لكن في احد الايام بتحديد الخميس تابعت اول حلقة لهذا الانمي كأي انمي اخر، ومع الاحداث انصدمت بتحول قصة الانمي 180 درجة. وخلال متابعتي للاحداث كنت اقول خلاص هذا الانمي اللي بسوي عنه انطباعات. طبعا هذا كان مشاهدتي لاول حلقة، وكان الانمي في الترتيب السابع بموقع ماي انمي ليست، وفاق الانمي كل توقعاتي حتى انه نافس الانميات الاسطورية وأصبح قريب منهم، لكن بالنسبة لي يعتبر أفضل أنمي لهذه السنة واستمتعت بكل حلقة فيه. واضح طولنا بتعريف الأنمي. وفي المركز الثاني معنا أنمي كاجينو جيتسي ريوكاني ناريكا توكي، حفظت اسمه، وأنمي فصل النخبة عجزت أحفظ اسمه. قصة الأنمي تتحدث عن سيدو كاجينو واللي لا يطمح لأن يصبح بطل عظيم أو شرير ظالم، بل يريد أن يسلك طريق ثالث ويصبح العقل المدبر خلف الأبطال والأشرار. وفي حياته السابقة جرب كل أنواع الرياضات وسعى خلف القوة حتى أصبح قويا، ومع ذلك لم يستطع التصدي لشاحنة شان، أقصد صاروخ سماء، ثم انتقل لعالم الإسيكاي واكتسب قوة سحرية حتى أصبح أقوى من أي قنبلة نووية، وقرر يصبح سيد الظلال، يصطاد خلف الظلال ويظهر في الظلال، لكن قرر يخفي قوته ويتظاهر كموب حتى يهزم طائفة الديابلوس وتابعات الشادو يختمونه، لكن كل واحدة من هون تسلك طريقها الخاص. تصنيف الأنمي أكشن كوميدي خيال، عدد حلقاته 20 حلقة من إنتاج استوديو نيكسوس، وخصوص الفئة العمرية بسبب الأحداث الأخيرة وهو مناسب للسن 16، فيه انحراف بس مستواه اخف من رجل المنشار، وكل حلقه فيه عباره عن فيلم بسبب كماليتها بدون تبطيط. رسم الانمي يشبه نفس انمي اوفرلورد، لكن اوفرلورد ما يوصل لمستوى شادو، وادري اللي قلته يعتبر غيظ من فيض، لكن علشان ما نطول الانمي جدا ممتع ويستحق فعلا مشاهدته. واخيرا في المركز الاول معنا الانمي الاسطوري اللي اخذ المركز الثاني بحسب موقع MAL My Anime List كاعظم انمي في تاريخ الانمي بعد فول ميتال الكيميست هو بليتش، وهو من احد الانميات النادر اللي يحترم اعمالها سواء من ناحيه القصه الغير مستهلكه او التحريك الرهيب، بحيث استغرق العمل على ارك الحرب الالف سنه الدمويه 10 سنوات، واخذ الكاتب وقته لكي يقدم لنا تحفه فنيه رهيبه. ولكي اكون صريح اغلبنا نسى احداث الانمي السابقه ما عدا اللي عاد مشاهدة الانمي مؤخرا قبل ما ينزل. وقصة الانمي تتحدث عن كروساكي ايتشيغو اللي تم هجمة عائلته من قبل هولو، وروكيا اللي اصيبت اثناء حمايتها لعائلة ايتشيغو واعطته قدرتها حتى يصبح حاصد ارواح ايضا، واصدقائه قرروا مساعدته. ومع الوقت اكتشف كروساكي ايتشيغو ان الوضع اكبر من مجرد وحش هولو، وفي عالم اخر حيث تظهر منه وحوش الهولو ويتوجب عليه ايقافهم حتى ينقذ عالمه الحالي. تصنيف الانمي اكشن قوة خارقة شونين، عدد حلقاته 366، وسابقا سويت شورت قبل 8 شهور لكيفية متابعة الأجزاء السابقة بدون فلر، وهذا الأرك حرب الألف سنة الدموية عدد حلقاته 52 حلقة تقريبا، لكن تم تقسيمه ل4 مواسم، وهذا الموسم نزل فقط 13 حلقة وبقية الحلقات لم يتم العمل عليها بعد. وبصراحة كنت ناوي أعمل انطباع على هذا الأرك، لكن ما أن لام، لأن الموسم كان عبارة عن منافسة بين أنميات أسطورية نفس كأس العالم. المهم بليتش فعلا هذا الموسم هو اللي كان مسيطر من جميع النواحي، وابدع استوديو بيروت في العمل على هذا الارك، واعمالهم السابقه ايضا كانت عباره عن انميات اسطوريه مثل ناروتو وتوكيو غول وبلاك كلوفر، وايضا انمي سويسنو اوميوجي واللي اخذت منه اسم روكورو وشخصيته السابقه، وبتحدث عن هذا الانمي بشكل مفصل في وقت لاحق. بالنسبة للأونات تابعت 3 أونات من نتفليكس نزلوا أيضا دفعة واحدة للمواقع، وأول أونا معانا هو أوي موجي سان، طبعا اسمها بالكوري صعب يعني، أو لوكسيم ما تغير شيء، لكن is not لوكسيم، حيث يتحدث الأنمي عن بارك هيونغ سيوك اللي وزنه زائد وشعبيته منخفضة، وكالعادة يتم التنمر عليه بأسوأ طريقة ويتم ابتزازه لدرجة إنه كره حياته ولا يقدر يجذب الفتيات أيضا كونه ضعيف وسمين. وفي أحد الأيام استيقظ وشاف إنه صار جسده ضعيف، ولما شاف للمراية تأكد انه صار عنده سكس باك وجسده الاخر كان نائما، ومن هنا تغيرت حياة هيونغ. على ما اذكر عدد حلقات الانمي 8 وكل حلقة مدتها نصف ساعة تقريبا، وبصراحة استمتعت بالانمي، وبرضه مستوحى من مسلسل كوري، وبعد نجاح المسلسل سووا له انمي واحداثه تضمنت الغناء والراب والتنمر والكثير من المواضيع الممتعة والمؤثرة، واللي ما شافه انصحك فيه بشدة. والاونا اللي بعده هو رومانتيك كيلر، هذا الاونا تتحدث عن فتاة مدمنة لألعاب الفيديو، وانتقل
انتقلت لعالم آخر حيث تلتقي فيه رجال وسيمين، وسابقا كانت تستمتع بحياتها ومراهقتها في لعب ألعاب الفيديو وتناول الشوكولاه وأيضا اللعب مع قطتها. وكل هذه المتعة اختفت لما ظهر لها كائن غريب يشبه كورو سنسي وحرم منها الأشياء اللي تستمتع بها، لكن مقابل ذلك جعلها تعيش الواقع أكثر وتواعد أشخاص وسيمين. مع أنها مو مهتمة للرجال وتكرههم وتفضل قطتها وحياتها السابقة، لكن مع الوقت تعرفت على شخص وسيم هو كمان غير مبالي، ولاختلافه عن البقية صارت مهتمة به نوعا ما. الانمي كوميدي روماسي شونين ب 12 حلقة، كل حلقة مدتها نصف ساعة، باقي حلقة له ساحب منها. لسه يا جماعة ما خلصت انميات السنة الماضية، فالله يستر قاعد اصفيهم الحين في هذه السنة. المهم الانمي مناسب للجنس الناعم اكثر، لكن ما يعني ان الاولاد ما يقدروا يشوفوه، وانصحكم فيه. واللي بعده انمي جوجو الموسم السادس والبارت الثالث، انمي هجوم العمالقة قاعد يقلده بتقسيم الموسم الرابع. المهم البارت السادس بعنوان ستون اوشن، وكمان تحاول الهروب من السجن وتواجه اشخاص عندهم قدرات غريبة، وايضا ساحب على هذا البارت، باقي لي منه 11 حلقة وبخلصها قريب بإذن الله. برضه في اونات ثانية لكن ساحب عليهم، ناناتسو نو تايزاي المعطوب سمعت ان في موسم جديد قادم له، وكاجيجيتسو سمحت الظل بشكل مقصر وبترجمها وبنزلها بالقناة بعد ما انهي الانمي، هذا اذا ما اخذ كوبي رايت. بالنسبة للافلام اللي تابعتها في 3 افلام شفتهم بالسينما من بين 6 او 7 افلام انتظرهم، واول فيلم معنا هو SAO او سورد ارت اونلاين بعنوان شيزيرو من ليلة عميقة. هذا الفيلم كان عبارة عن تحفة فنية ومتعة بصرية، طبعا بتحدث عنه بشكل تفصيلي في فيديو اخر، لكن استمتعت بهذا الانمي وانصحكم فيه. والفيلم الثاني اللي تابعته ايضا كان فيلم سلايم بعنوان الروابط القرمزية، واللي ايضا كان فيلم رهيب، يتحدث عن اخو بينيمارو وقرية راجا، واكتشف انه كان في شيء مسيطر على مياه القرية واحداث اخرى ايضا، وبتحدث عنه بشكل تفصيلي في فيديو مراجعة اخر. واخيرا الفيلم اللي تابعته في فبراير الماضي كان كاغويا سما، هو الخاتمه لاعلان المنتصر في معركه الحب، وكان الفيلم حرفيا كوميدي واستمتعت باحداثه، واتمنى اني اسوي مراجعه سريعه له في هذا الشهر، مع انه مستحيل اسوي بس بحاول. واضح اني ببكي من كثر الفيديوهات المتراكمه المتاخره، لكن عادي عادي عادي. وفي انميات اخرى ما اكتملت بعد لان احد طاقم استوديو ستاف توفي واجلوا التكملة لهذا الموسم. تقريبا ذكرت كل الانميات اللي تابعتها في هذا الموسم، بعضها تأجلت عن موعد نزولها مثل فيلم سلايم وسورد ارت اونلاين، وايضا الفيلم اللي انتظرته لفترة طويلة لسه ما نزل وسمعت انه حقق ارباح خيالية للمشرفين عليه وصار ترند في اليابان، فيلم قفل باب سوزومي، ويقال انه سيتم عرضه على شاشات السينما في الدول الاخرى في شهر فبراير. وشاركوني بالتعليقات وش افضل انمي تابعته لخريف سنة 2022، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة واللايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم الفيديوهات القادمة. كان معكم روكورو والسلام عليكم.